بدنا نسمع منك القصيدة اللي تم تكريمك من خلالها في البيت الأبيض. أولا قبل تكريم الرؤساء يكفيني تكريم خادم الحرمين الشريفين، ويكفيني أنه بعد ما سمع القصيدة وبعد أطلق عليه لقب سفير الشعر، تاج على رأسي وعلى رأس أي شاعر. أي دين وأي عقل وأي شرع وأي ملة حللت لك دم أخوي ودم أخوك ودم هنة، هات لي آية تبيح الدم والمثلك تحل، هات لي آية تقول اقتل الغريب مؤتمنا، هات لي آية تقول اخرج عن الوالي وخله، هات لي آية تقول انك شهيد يا منا، وكان ما عندك دليل ارجع وتلقى لك أدلة في كتاب الله واعرف مين أنت ومين حنا، في كتاب الله عكس اللي فعلته نستدل، فعلك مخالف لشرع الله بكتاب وسنة، في كتاب الله حرام الانت حارب أي علة، وفيه أمر بطاعة الله والرسول ومن حكمنا، وإن تنازعنا بشيء في كتاب الله حله أن نرده للإله وللرسالة غصب عنا، وكانها بالسنها العطرة فيه والله ملة، جب أحاديثك وفكر وفي أسانيدك تأنى، والغريبة تأخذ بضعف الأحاديث وتجله، واسألك هل أسند الشيخين فحنا امتثنا، النبي جاره يهودي آمن محدن يذله، ما سفك دمه ولا انكر في حقوقه ما تونى، والنتيجة أسلم وصدق وردد في محله، الشهادة واعترف إن السماحة في عملنا، والنبي أوصى بطاعة والي الأمة وظله، لو يكون من العبيد ولو على شعبه تجنة، ما سمعت الكلمة اللي قالها في خطبة الله، فالوداع وكل ما قاله حبيب الله فعنا، حرم إدمان علينا والحرم أنت تحله، حرم النفس الكريمة وانت بفعالك تهنى، حرم تراب البلد والبيت ترحاله وحله، وانت تفسد باسم هذا الدين وتخرب وطنة، يا حسافة يا شباب ضاع ما هو في محله، يا حسافة دمعة أمك ضاع ما كانت تمنى، غرروا بك يا صغير السن عدوانا وشلة، غرروا بك وكذبوا في كل ما قالوه عنا، والمصيبة كل ما قالوه أفكار مضلة كلها من فلسفة شيطان ما هي من سننا، ليه روحك تستهين بها وسيفك لي تسلك، ليه سم فكركم يا كبادنا وبكم طعنا، اقتنع وما اقتنعت الموت لك أهون مذلة، دام هذا البيت شامخ ودام هذا الشعب منا، نحمد الله كل عضو ما يخاف الله نشله، زوبعة فنجال والإرهاب له سيف يسنى، أي دين وأي عقل وأي شرع وأي ملة، اشهدوا يا ناس هذا الآدمي ما هم منا. سلام عليكم. صح لسانك، تستحق الترجمة، ممكن تقولها بالإنجليزي؟ أقولها. طيب عطنا بيتين منها. خلاص. طيب فادي الشهراني، ودنا نسمع منك قصيدة أو شيء. يعذرون.